السلام عليكم. تمرين 16 حول الدوال الحدودية. نعتبر الدالة F المعرفة بما يلي: F ل X تساوي X مربع ناقص 4X زائد 3. السؤال الأول يقول: أحسب نهاية F ل X عندما يؤول X إلى زائد ما لا نهاية، وليميت ل F ل X عندما يؤول X إلى ناقص لا نهاية. السؤال الثاني: تحقق أن لكل X من R لدينا f مشتقة الأولى ل x تساوي 2x ناقص 2. سؤال ت وادرس إشارة f بريم ل x، يعني الدالة المشتقة الأولى ل f ل x. السؤال الثالث: أعطي جدول تغيرات دالة f على r. السؤال الرابع: تحقق أن f ل x تساوي x ناقص 1 جدا x ناقص 3. السؤال الخامس: احسب f ل 0 ثم انشئ المنحنى س f للدالة f في معلم ممنظم او اي جي. اذا بالنسبة للجواب لدينا f ل x تساوي x مربع ناقص 4 x زائد 3. اذا الدالة f معرفة على r. بالنسبة للسؤال الثاني: نحسب نهاية دالة F عندما يؤول X إلى زائد لا نهاية، نجد زائد لا نهاية، وليمت ل F ل X عندما يؤول X إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد لا نهاية. إذن السؤال الثاني: حساب F فتحة ل X الدالة المشتقة الأولى ل X ل F. f ل x لدينا تساوي x مربع ناقص 4x زائد 3. إذن الدالة المشتقة f فتحة ل x تساوي 2x ناقص 4 تساوي 2 في x ناقص 2. إذن دراسة إشارة f فتحة ل x: لدينا f فتحة ل x تساوي 0، يعني x يساوي 2. إذن هناك حالتان: إذا كان x ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية 2، نجد أن f فتحة ل x سالبة. إذا كان x ينتمي إلى المجال 2 زائد ما لا نهاية، لدينا f فتحة ل x موجبة. إذا نستنتج أن جدول التغيرات هو على الشكل التالي: x يتغير ما بين ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية، تنعدم الدالة المشتقة في 2. إذا f فتحة ل x ناقص في المجال ناقص لا نهاية زائد 2 سالبة، وبالنسبة للمجال 2 زائد لا نهاية موجبة. إذا f ل x هنا تنازلية وهنا تصاعدية، تأخذ هنا القيمة بالنسبة لليميت هنا زائد لا نهاية، وهنا تؤول إلى ناقص 1 ثم إلى زائد لا نهاية. إذا بالنسبة للسؤال الرابع: لدينا f ل x تساوي x مربع ناقص 4x زائد 3، ولدينا دلتا تساوي 16 ناقص 12 تساوي 4. إذا x 1 تساوي 4 زائد 2 على 2، و x 2 تساوي 4 ناقص 2 على 2. يعني نحل هذه المعادلة، نأخذ هذه المعادلة x 2 ناقص 4 x زائد 3 تساوي 0، ثم نبحث عن حلول المعادلة. إذا نجد أن x 1 تساوي 3 و x 2 تساوي 1. وبالتالي يمكن كتابة f ل x على شكل الجدا: f ل x تساوي x ناقص 1 في x ناقص 3. بالنسبة ل 1 3 x ناقص 1 في x ناقص 3. السؤال الخامس: بالنسبة للسؤال الخامس لدينا f ل 0 تساوي 3 و x يساوي 1 و x يساوي 3. بالنسبة ل f ل x تساوي 0 لدينا x يساوي 3 أو x يساوي 1. إذا التمثيل المبياني للدالة f هو على هذا الشكل: بالنسبة ل f ل x يساوي 0 لدينا، بالنسبة ل x يساوي 0 لدينا القيمة مر منحنى الدالة بالنقطة 3، ثم بالنسبة ل f ل 2 عندنا القيمة دون هي ناقص 1 ويمر بالنقطة 1 و 3.